بعد باريس ايه؟ يعني ايه ايه؟ يعني بعد اليونسكو هتوصل لايه؟ وزير؟ فكرك اذا ترجوني هقول لا، بس استنى لما نشوف هنعمل ايه في باريس الاول. يا سلام، هيتلحسوا بيك زي العادة، هيتهب وهنتعزم في كل حتة وهنرفض كل حتة. هنقعد في الأوضة لوحدينا عشان نفضل نكتب في روايات ونتعمق في التحليلات وندخل في أعماق أعماق الشخصيات، وأنا أقعد تاني لوحدي أعد في صوابعي أتسلى ببالي. بيلي، هو بيلي فين؟ بيلي، 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 مفيش بيلي. ومن وقت للتاني ألعب لي بارتيت بريدج مع ناس ما أحبهمش ما أعرفهمش لكن مهمين، مدام فلان ومدام علان، كل واحدة أوحش من التانية وكل واحدة أعجز من التانية. إن شاء الله تكوني قلت لبابا كل الكلام اللي بتقوليه ده. بلاش هبل يا سيد. خلاص يا سيدي، ما دام أنت عايزنا نسافر هنسافر. أنا قلت لبابا يكلم لك الوزير. وهو قال إيه؟ وافق طبعا، واتنفش واتطار، خد لك ميعاد مني. هو ليه مين أعز من جوز بنته عشان يطلعه سما؟ عضو مجمع اللغوي كل سنة مسرحية جديدة تهز الدنيا. مؤكد بابا ده بيكرهني. مؤكد كلنا بنكرهك، عايزين نشرب من دمك. سيد اغسل عليك، ما تبصليش كده. ليه؟ ما تبصليش كده وخلاص. قلنا بلاش اخر كاس ده. هو بيلي فين؟ بيلي 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 استاذ عادل. طيب طيب تعالى معايا جوه اروق، مجرد فنجان القهوه وادخلك لسياده الوزير. طمني القرار اتمضى، هنسافر باريس. استنى استنى، كلها 3 ايام وتكونوا في الطياره. مبروك. ايه الناس دي كلها؟ معقول الوزير هيقابل كل دول النهارده؟ اوعى يكون النهارده يوم الهلافيت وكلمتين لكل واحد ويلا على ودنه. يا راجل انت عارف هو بيحبك وبيقدرك قد ايه انت بالذات. طب ده كتبك الجديد قاعد عنده يجي شهر لغايه ما فوته لنا. بالمناسبه ايه اخر انتاجك؟ مسرحيه جديده. الا قول لي يا سيد بيه، أفهم انت ازاي بتعرف الناس دول كلهم؟ اقصد شخصياتك الغريبه دي من كل حته. طب وازاي بتعرف اللي جواهم خباياهم يعني؟ الله، وانا في المباحث العامه ولا لا؟ والله لا تقول، قول صحيح. يا اخي ربنا ادانا عقل عشان نستعمله. طب إناوي، إناوي ده يعني حقيقي؟ واعرفه كويس قوي وصاحبي كمان. طب وهنوم البنت اللي اتجنن دي حقيقيه برضه؟ وصاحبتك هي كمان يعني تعرف كل خباياها؟ يا راجل يا قل، اكيد اعرفها اكتر ما هي تعرف نفسها كمان. يا ساتر استر. طب حيث انك تعرف اسرار الناس دي كلها، ارجوك ابعد عن اعماقي انا، اعمل معروف خلينا ناكل عيش. ايوه كده اتصلى. ايوه عايزك ثانية. سيادة الوزير مستني. كان عندنا احتمالين، الأول إن الصورة اللي وجدت مع الجثة تكون صورة القتيل، والثاني إنها تكون صورة واحد من قرايبه أو أصدقائه. هارد. لكن يبدو إن الاحتمال الأول هو الأصح. طبعًا إحنا بنكون شكل تقريبي بقدر الإمكان، لكن في تفاصيل تانية ممكن تكون مختلفة، زي شكل الشعر أو وجود شنب من عدمه.
كمان في النساء. معلش رايك ايه؟ عدم المؤاخذة تعبان شوية. تعبان شوية. طيب لحظة. عدم المؤاخذة تعبان شوية. ما ترد يا شريف. ده تليفون المكتب. معلش خش. ألو؟ أيوة يا بابا. لا سايب بخير. الزهر إن محمود أخوه. أيوة موجود. لا يا بابا أصله مشغول شوية. حاضر. هبقى أخليه يتصل بحضرتك. مؤكد هو محمود مش كده؟ عندك فكرة عن الفضيحة اللي هتتدربك فوق دماغنا دلوقت؟ بكرة تشوفي هتلاقي اسمي تحت صورته في كل الجرايد والمجلات والحاجات القديمة هتظهر تاني مرة مسجون مرة مرمي على رصيف سكران. خلي الصحافة تشبع أسئلة دلوقت. هتشوفي هتشوفي حتى في موته فضحني. ما كنتش بفكر فينا احنا يا سيد. لا فكري فكري فينا. أنا كنت عارف إن آخرته كده. ربنا يعلم راح لمين المرة دي عشان حقنة المورفين. مورفين؟ محمود؟ لا أنا. عمري ما عرفت حكاية المورفين دي. ما عرفتيش غير اللي تعرفيه بس. ألو نعم. أيوه عادل. بيتهيألي برضو إن هو أخويا محمود. أيوه التوأم. وفي حياتك يا عادل. أهو اسمته. لا لا مش هنتأخر عن السفر. بعد ثلاثة أيام. قولي سيادة الوزير متشكر جدا. لا لا ان شاء الله هلحق المؤتمر. مع السلامة. شايفة؟ الوزير نفسه بيسأل. كل الناس كانت بتحبه. قولي لي مين بقى اللي كان بيحبه؟ قولي لي مين؟ بتوع الشوارع؟ القوادين ولا المهربين؟ ألف واحد من الأشكال ممكن أوي يتقلب. رايح فين؟ رايح بوليس. خليني أوصلك. الناس اللي كانوا حوالين محمود انت كتبت عنهم وعارفهم كويس. مش شايف ان حد فيهم ممكن انه تفتكر مين؟ ما تقول انت. خلي الكلام ده للمحققين. انا كنت دايما بحس انك بتحبهم من كتابتك. اشمعنى دلوقتي؟ شريفة دلوقتي اخويا مات اتقتل. انا اسفه يا سيد ما كنتش اقصد اضايقك. طبعا يعني كان هيكون مصيره ايه غير كده؟ حياته كانت شاذة، طبيعي لازم نهايته تكون مؤسفة. أنا دايما اللي أدفع الثمن. أجي معاك؟ لا خليك أنت بعيد عن المصايب دي كلها. ولا أقول لك الأحسن تروحي أنت، أنا هرجع في تاكسي. المشهد الثامن ميناء الإسكندرية. في يوم شديد الحرارة هذا هو اليوم الذي يلتقي فيه البحار مع زوجة أخيه لأول مرة ومن هنا تبدأ المأساة. عند رفع الستار على يمين المسرح توجد قهوة يجلس عليها عمال الميناء. يتناول البحار زجاجة مياه غازية من رجل نوبي مرح. انا لا نوديك في داهيه في نار نار بيتك يا جوز محمود. يكون البحار قد شعر بوحده الزوجه واهمال زوجها لها فيحاول التقرب إليها ظنا منه أنه يهون عليها انتظارها لزوجها المتشاغل عنها حتى تلك اللحظات الأخيرة قبل سفره. أستاذ سيد امضي لي على الغرف من فضلك.
كل حاجه في الشنطه وستة تقارير والجوابات كمان. اي خدمه تانيه؟ اتشانا السلام. السلام محمود. العربية فين؟ بعتوها؟ يبقى السواق سكر. يمكن. هتفضلي واقفة؟ أنا عندي موتوسيكل. وأنا عندي عقل. ما بلاش علاقة. دي الشمس تسلق البرية في المية. إيه؟ مش مصدقني؟ طب والله العظيم واحدة منهم طلعت لي وأنا برسم دلوقتي وقالت لي يا الحكومة تحط خيمة على المينا يا تحط إير كونديشن في المية يا إحنا كلنا مسافرين مؤتمر الجزائر وهسيب لكم البحر فاضي. وحياة ربنا. وانت قلت لها ايه؟ خدتها من ايدها وديتها مصلحه الجمارك كتبت لها شكوى على عرض حال دمغة ب10 ساخ وبعد كده اتقدمت لمدير المصلحه اللي عرضها على رئيس مجلس الاداره اللي فوتها على الوزير والوزير قال لا. اما انت حته تخريفه جامده جدا ما تنفعش في البلد دي. وهروح فين؟ كفايه لف 5 سنين خلينا قاعدين هنا احسن. على صناديق؟ ده مين اللي قال كده؟ ها؟ مين؟ مين؟ فين؟ ها؟ هتقولي هنا واكسر لك وشه. هو انت؟ تعالى. الله ده غارق. انا بريء والله العظيم بريء بريء. ما تعقل بقى. اتفضلي استهاني فوتيه لوكس. هو صحيح قديم شويه لكن يا بستحمل. اهو بقى محدش له كلام عندنا. عالسلم ده دايب خالص. تسبي دانيا. هي رايح فين؟ في طف مستني على الأمة. استنى. شهرين؟ شهرين بحالي يفوتوا من غير ما حد يحس بحاجة؟ ما حدش شم ريحة أفونة؟ ما حدش شاف القاتل بيرمي الجثة؟ يا فندم الجثة كانت مدفونة. ده بالصدفة عمال بونا كانوا بيحفروا في الحتة دي. لا أقنعتني. يا أستاذ الجثة راحت رمت نفسها هناك؟ أنا عمري ما سمعت عن إهمال بالشكل ده. هي البلد سايبة ولا إيه؟ شوف أما أقول لك مهما كان القاتل لازم تلاقوه. أنا هعرف كويس أوي هروح لمين. القاتل لازم يتعرف حتى ولو كان أعظم عظيم. أنا مش هرتاح غير لما أشوفه متعلق على حبل المشنقة. عمري ما عملتها لحد دلوقتي. لكن اذا احتاج الامر وما اتحركتوش وبسرعه انا هفضحكم في جميع الجرايد. اهو يا سيدي محمود عبد المجيد عبد ربه مواليد يناير 28. يناير ده شهر معقد قوي. أنا من مواليد يناير. الوالد عبد المجيد عبد ربه وكيل محامي. الأم خديجة سلامة. مهنة محمود شوية كاتب أسجال، شوية ممثل، شوية ملحن. اشتغل في الحرب العالمية الثانية في البحرية التجارية، بحار عادي. رجع واشتغل رسام. الظهر ده واد مرقع. فتك. اتمسك مرتين مخمور، وفي المرتين دفعت له الكفالة بهية قمر. الله. ما أنت عارفها. جدع ده مش عاجبني أبدا. متهيألي إنه مزودها حبتين. التاني؟ سيد عبد ربه الشهير بسيد مراد. طول محمود اول دفعته في كليه الاداب ماجستير في الفلسفه وعلم النفس والعلوم الانسانيه بامتياز مع مرتبه الشرف الاولى. خد عندك كمان جائزه الدوله عضو المجمع اللغوي مثل الدوله في عده مؤتمرات عالميه مرشح للعمل باليونسكو 45 كتاب ومسرحيه وما تعدش طبعا مقالات وتحاليل نفسيه برضه مزودها حبتين. يا راجل حرام عليك ده كاتب عظيم عملاق
والجماعه دول حساسين جدا. طيب يا سيدي طيب اهو عايش لك. اللي فتس اخوه. الغلابه هم اللي بيفتصوا. ومن غير شهادات ولا شهاده وفاه حتى. اقفل بتاع ده وتعالى معايا. كل المعلومات اللي قدرنا نوصلها لغايه دلوقتي. مش معقول يا استاذ سيد. تاخرنا عليك شويه معلش. احنا كنا فين؟ اه. ما تعرفش اذا كان فيه اعداء لاخوك؟ ما عرفوش غير اصحابه. اه. وعلاقتكم ببعض كان شكلها ايه؟ معقوله. يعني كنتوا بتقابلوا بعض كتير؟ هو اللي حواليه شخصيات مهميه يهمني اعرفها. يعني كنت معجب بيهم؟ مساله دراسه مش اعجاب. اه. طب اخر مره شفت اخوك امتى؟ ده بتحقق معايا قلق؟ انا مش فاهم التحقيق داير على مستوى هايل كده ليه؟ فين وكيل النيابه؟ فين رئيس النيابه؟ فين وزير العدل؟ لا 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 لا. على مالك شويه يا استاذ سيد. احنا مش محتاجين لزقه عشان حد يفهمنا وظيفتنا. الاخبار وصلتنا اخيرا ان ليك اخ توأم. سيادتك ما رحتش بيته في الاول ليه؟ اصل مكتوب ان جثته هنا. متاكد انها جثته؟ الصوره صورته. اللي يعرف انسان كويس ممكن قوي يتنبأ بمصيره. لما شفت صوره محمود حسيت ان توقعي كان في محله. يعني كنت متاكد انه هيتقتل؟ انا ما قلتش متاكد. انا بقول الاحتمال منطقي. عندك مانع تروح معانا بيته دلوقتي؟ طب مش هروح انا كمان بقى والنبي يا بيه. شش. خليه متلاح جوه. طب والله العظيم ثلاثه انا سايب الشاي على النار. ولا كلمه. ما تخليهمش يا فرج. خلي بالك من دي. يعني انا حاجزه بمزاجي يمكن يفيدنا في القضيه. قلنا ايه؟ تعدي بعمره وقلت له زقه الحد فيها مخلد قلت له لا مالكم ملهوفين كده امال انا قاعده اطبخ لي النهارده لمين اذا سندرا والنبي كمان يا ست بهاي من عينيا سيبك من كده وتعالي لنا ثانيه والله ما في عيسى طالعين جداد دول ما يصمتوا من يوم ما بطلت يا بهية ما بقاش في حاجه اسمها راس افتحي يا صفيه والنبي يا ست الكل من يوم ما سبت خشبه المسرح ما عاد في تمثيل ما عادش في دراما يا ناس كنت اروح كل عين قد كده وافضل اعيط 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 عيالي ما تفتحي الباب يا بيت ما تفتحي انت يا خديجه حاضر استاذ محمود موجود؟ لا يعني مش جاي؟ مين يا صفيه؟ ده الاستاذ سيد اخو ابي محمود وجماعه ما بيسالوا عليه خليهم يتفضلوا هل انت وهي شوفوا الكروك من خدي خدي يلا سيب دي قلت لك اتضرب حته لحد طمن مين دول؟ ايش يا بهية احنا اتحرمنا من الحاجات دي كتير لا خليك متنيل هنا لغايه ما يقفشوك تاني استاذ سيد كنت فين يا اخويا غصان لي ايام دي كلها قول للي قاعد على الفوتيل بتاعي يقوم يشوف له حته تانيه يتنيل فيها ادي احنا قلنا اتفضلي هو انت ايه اللي جابك يا سفارك في حاجه يا شلوك هولمز الصلاه الله يرحمها واتخربت في ايه تاني لا جينا بس نسال على محمود محمود هو عمل حاجة؟ لا بس جايين نطمن عليه وده يخليك يعني في الفوتيل بتاعي؟ قعدة مين دي؟ قعدتك ما قلنا اتفضلي طبعا اتفضل تكونش جاي تشهرني انا كمان المرة دي في كتاب ولا رواية يا استاذ سيد؟ طب والنبي ده انا عندي حواريت تخلي شعر راسك يشيل حتى اسأل حضرة المفتش والله يا منيل وبقيت مفتش كنت هتموت على الرتبة يا حبيبي انت اتجوزت ولا لسه مضرب؟ الله ما تتكلم وانا هفضل اتكلم طول الليل لوحدي هو محمود بيجي هنا؟ نعم مش احنا العائله؟ جاي الليله دي؟ يمكن يعني ايه يمكن؟ هو ايه اللي يعني ايه يمكن؟ هو حد بيقدر يحكم مزاج حد؟ والله له مزاج حقيقي مالوش مزاج يبقى مالوش مش يمكن له مزاج يبات عندكم الليله في التخشيف دي صورتي في النسر الصغير اللي يدمرسه انت شفتني؟ ولا لازم كنت صغير شوية لا لا دي مش للبيت لا لا كل حاجة لها محمود قال عليها لسه مش بيتك دي كلمة فرنجي يا حبيبي يعني لسه مش عجبانة خلينا ما يتم من الجوع جنبيها محمود امتى؟ كان هنا امبارح محمود كان عندك هنا امبارح؟ اه لو انت مالك يعني انت شفتيه؟ نعم بعد ما عاش يا جدع انت هو له غير بهية؟ مين اللي كان هنا امبارح؟ اخوك محمود هيكون مين يعني؟ البرنس توسن
انتوا اتنين ولا ثلاثة؟ لا اتنين بس وكفاية قوي كده. لكم قرايب تشبه لكم؟ وانتوا لكم نظام ضيق لسير التحقيق والبحث قبل ما تنشروا كلام فارغ وتزعجوا الناس. يا بهية أنا بسألك، شفتي محمود إمتى؟ ما قلنا. عبد الله عبد العشرة؟ يبقى خلاص اطمئن. ما أنا مطمنة أهو. سيد هنا ومحمود زمانه جاي. خليكوا قاعدين. ما تقعدوا أنتوا كمان هتقلبوا عنا دراما. بنت يا صفية. بيرة ساقعة وشوية مزة. خمسة ومحمود يطب وترجع تاخده على جنب. هو يدش كلام وأنت تدش كتابك. خد يا أخويا افتح. أحسن برضك نستنى محمود شوية. أستاذ سيد، أنت ما تشبهش لأخوك محمود أبداً. ولما تكتب رواياتك في الحب تبقى يا تعرف يا تجرب. واللي عايز يعرف يسأل. واللي يسأل ما يتوهش. حلاوتك انت اللي فاهمها. اشرب. ظهر المحمود مش جاي. خدني معاك. انا ما تستنى انت يا حضرة المعاوي ولا القعدة مش على الهوا. لا ابدا العفو، ده انت الخير والبركة. يبارك فيك. انا في التاكسي. كفايتك كيف عيش بقى، دي السهرة هتحلو قوي. الله انت قاعد؟ هنقعد شوية. سيد اهو ومحمود كان هنا امبارح. ما خلص. والجثة اللي متلقعها في المشرحة دي تبقى ايه؟ أمي؟ ألا فلتحني الملوك والقياصرة رؤوسهم في حضرتك، وليلبسونك الحرير الديباج، لكن الله وملائكته سيشيحون بوجوههم عنك. أنت رجل عليه اللعنة المعبدة. اخرج يا عدو الله، عليك اللعنة، عليك اللعنة. طلع مين؟ أخوه؟ أخويا زي القرد. أمال مين اللي كان في الصورة؟ اسمع، أحسن طريقة تعالى عندي في الأوضة ناخد اتنين شاي ونستروى ونتكلم. يا عم عبد الله جيب لنا اتنين شاي. حكاية أخوك دي ضيقتك. البحار بتاعنا ما تقتلش في اخر الوقت. ليه؟ افرض بس. طب بقى مش روايه البحار، طب روايه ثانيه. معنى كده ان نقول للناس عربدوا ونطوا واسرقوا زوجات غيركم وبرضه في الاخره اتجنى لكم. طبعا تجيب مليون جنيه، لكن الجدع بقى يروح اقنع الرقابه بكده. ثم انت عاوز تحيي ثاني دي. دوافع القتل لسه فيها ثغرات ما هياش حتميه. برضك بتربط زيارتك دي لمحمود وبهية وبلوية مخليك عايز تغير في النص؟ كل فكرة تجيلك من واقع محمود عايز تدخلها في الخيال؟ ايه هو الواقع وايه هو الخيال؟ الاول بينتهي فين والتاني بيبتدي منين؟ بلاش وجود الفعل الناس التانيين. طب انت دلوقتي مين؟ يوسف وهبي ولا الكاردينال؟ ولا واحد جوه المراية؟ وانا احنا ابتدينا البروفات علشان نلحق نفتتح قبل ما حضرتك تسافر على باريس. باريس ممكن تقلق. الرؤيه اهم. يا راجل انت كنت هتتجنن على باريس. دلوقتي هتجنن على الرؤيه. على كل حال يوسف بيه، لو مفيش قتل الرؤيه برضه هتفضل قويه والجمهور هيسقف. وانا بتاع تسيف يا واد يا سيد.
على كل اعمل اللي في مخك. بلاش تضيف لي بس ديكورات جديده زي ديكور العوامه بتاعتك. ما تشيله يا اخي. ازاي يا يوسف بيه؟ بقى معقول البحار هيجرجر بنت العيله في الحواري اللي ساكن فيها؟ ثم دي عوامه مش اسرع بيه. مش كان في عوامات هنا؟ انت لسه فاكر يا بيه؟ ما نقلوها من زمان هناك عند الكوبري. فرحانين بصفيحة الزبائن اللي اتولدوا فيها. مش عايز يطلع منها. غيرك طلع. تعب، فكر. ما مشيش ورا الكسل والهبل. يا بني ادم ابوس ايدك انت وفوق من الهباب اللي انت فيه وقول لي. هو ده اللي كان بيحوم حوالين الكشك بتاعك؟ ما كفايه بيه بقى، انا تعبت. تعبت. طبعا. لك حق تتعب. اذا كان البيه، البيه المتعلم قاعد عند بهية عمال يقول لي ان القضية خلصت، القضية خلصت خلاص. هنقعدوا هنا بقى، هنقعدوا هناك. لا عندك حق، هو ده. انت بتقول الكلام ده عشان عايز تخلص مني؟ اه لا ما تلخبطنيش، انا اقول الكلمه مره واحده بس. في دقايق انا رحت المشرحه ورحت للطبيب الشرعي ورحت مركز الابحاث كمان. طب ما تزعلش، اقول لك هو الافندي اللي انت خرجت معاه، هو ده اللي كان بيلف في الحته. دكتور انا عايز اسالك، انت بتقول الكلام ده علشان خايف ولا انت متاكد من اللي انت بتقوله؟ ورحمه والدتي. اقعد. ورحمه جدة ابو سته وديني لا استنى شويه، وديني وايماني، هو ده. انت المفتش فرج؟ تعرفتني يا سيد محمود؟ حد ما يعرفش ابن الجماليه اللي بقى فوق فوق خالص؟ حد ما يعرفش الواد الوحيد اللي نجح بس من الناحيه الثانيه، من ناحيه البوليس؟ كل ولاد الحلال ما يخافوش غير من اسمك وانا منهم وحياه ربنا. انت ظاهر نفسك تبات في التخشيبه، انت ازاي تيجي هنا وانت بالحاله دي؟ انا جاي اتحرى على جثه، ممكن اوي تطلع اخويا. عايزني بفايق. وايه اللي خلاك تيجي هنا الاول؟ ما روحتش بيته ليه؟ عم جو المشرحة أرحم. يعني إيه بقى؟ أنت تعرف مين الأستاذ الكبير سيد؟ أما أنا بقى خسارة، كل حاجة اتقطعت بينا كده من شوية كده، رغم الأخوة والحب. وإذا طلع مش أخوك؟ أروح. طب وإذا طلع أخوك؟ أروح برضه، بس ما كنتش اضطريت أروح للحصن بتاعه. أهو ده بقى يا ابني اللي فوق. فوق خالص. خد قدامي، خد قدامي، انا راجع. وريني حاجة زي كده. لا لازم ما عندك ريحة الرحمة. شوف. مش كان أسهل إنك تروح له البيت أحسن؟ خليني أقول لك أنا بقى يا برم،
اخوك عايش وكان معايا من ربع ساعة وصحته احسن مني ومنك. طب ليه ده كله؟ عشان انا ما بحبش المخاريل، المخاريل اللي بيحضرون فيه، فاهمني؟ خربت البلد، فهمت ليه؟ شعر حبس انفرادي. لا والله تتحب، عندهم حق ولا حلال يحبوك. انت مزعل المعلم ليه؟ يا راجل ده مولود زعلان. علمونا في الكليه علمونا ازاي نستحمل ونسكت. كنت فضلت في اسكندريه ارحم لي. احتر ايه يا راجل؟ ده بيعزك. انا عايزه يعزني اقل شويه. كنت مع محمود؟ ايوه يا سيدي، كنت مع سي محمود. انا فضلت مستني عند بهير لحد دلوقتي. دلوقتي اروح لها ويمكن يضربها عشان ياخد منها باريزه يشتري حقنه زفت. ومالك زعلان قوي كده؟ لا مش زعلان ولا حاجه. ها فكرت مين يبقى القتيل؟ هو ده اللي رجعك؟ اقول لك بكره نبقى نفكر في الحكايه دي. اسمع. ايوه. رايح على فين؟ مروح على البيت. من حبات هنا. بقى خليك نتفاهم شويه. بكره الصبح المكتب بيبقى زحمه ومش بنعرف نتفاهم. بكره بقى. انا فاضي يا فرج. لا يعزني. لا بتشكر، روح ارتاح انت. راجع لبهية؟ لا مش راجع لبهية. الدنيا ما وقفتش على بهية واللي عند بهية. وماله؟ ارجع لها اذا كان نفسك. مالك بيت عصبي تاني؟ نفسك تطلع فريتك عليا؟ محمود عنده فسفوسه على مناخيره. وماله؟ ما انا عندي ثلاثه. وسيد كمان. وفي نفس المكان بالظبط. طيب حاضر. ها لكن من زياده عن ساعه. يا اخي اذا كنت اتجوزت كان بقالك بنت روح له بالليل، ده حتى بهي عماله. كل اللي بتقوله بهي كلام فارغ. طب خلينا في حكايه الفسفوسه. عندك حق. بس في حاجه شغلاني ومش قادر افهمها. لو اخيته واحد منهم طلعت له فسفوسه، لازم التاني تطلع له فسفوسه كمان؟ حسب علمنا لا. انت عايز توصل لايه؟ دكتور جيكل ومستر هايد. ها؟ في حدوته كده، واحد عنده شخصيتين، الصبح بيبقى حاجه وبالليل حاجه تانيه. كانوا اخين توأم شبه بعض بالظبط. ماشي؟ ماشي. واحد من الاخين من شهرين قتل التاني، واضطر انه يعيش العشتين علشان ما حدش يعرف ان التاني اختفى. ومن هنا حكاية الفسفوسة. ما تنساش حكاية دودو. عرفت بقى أنا كنت حاجز دودو ليه؟ ما كنتش عايز أزله أبداً. لا. أصل دودو شاف واحد من الأخين بيحوم حوالين الجثة. يبقى واحد من الأخين قاتل والتاني قتيل. واحد حي والتاني ميت. طب وحليتها؟ حليت إيه؟ اللي في مخك. مين القاتل ومين القتيل؟ مين أخذ مطرح مين؟ يعني هيكون سيد؟ ما انت قلتها. سيد ده راجل بيشتغل طول عمره وطلع من الحضيض وبقى مهم. ومحمود من الحضيض للحضيض، خلاص؟ حكمت؟ محمود بتاع مورفين مقرف. يعمل أي حاجة عشان حقنة المورفين. لف العالم زي أي بحار عادي. على اتصال بكذا واحدة ست في وقت واحد. ستات عايزة فلوس. المورفين عايز فلوس. يجيب فلوس منين؟ يشتغل؟ الفلوس عند السيد. جريمة قتل عادية. هاتك. أنا عايزك تجيب لي الفيش والتشبيه بتاعه من عندكم من اسكندرية. أنا هاخد ده يا فرد. أه أوي 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 أوي. وبالمناسبة أنا عايزك تروح لبهية. أنا قلت لحسين يراقب سيد. وأنا أراه المقدمة لأنكم مش ممكن هتلاقوا الاتنين مع بعض في وقت واحد. وليه ما تستدعيش الاتنين مع بعض وفي وقت واحد؟ هيختفي محمود. مش قالوا لنا؟ محمود يظهر وقت ما يحب ويختفي وقت ما يحب. أمال إيه؟ مزاجنا كده. يعني قررت ان محمود بالرغم من انه بطل في نظر المثقفين اللي زيك هو اللي قتل سيد بيستغل اسمه عايش في بيته بينام في سريره مالك يا سيد مش جاي لك نوم انا كمان مش قادر انام
تاخد عصير برتقان او كاس. في ايه؟ مدام اطمنت على محمود يا اخي ما تريح مخك شويه. محمود يا ريت الواحد كان يقدر يبقى زي محمود، منطلق مش خانق نفسه بالاصول والالتزامات. وعلى ايه ده كله؟ نجري من هنا لهنا، نضحك ليه ده وده، نسافر لاخر الدنيا، ومهما رحنا ما نقابلش غير نفسنا. ياما صحيت في اوتيلات في بلاد كتير، احلى بلاد في الدنيا، روما، موسكو، نيويورك، باريس، الف والف ما الاقيش غير نفسي. الديكور بيتغير وانا بفضل زي ما انا، بضحك مش عارف ليه، بجري مش عارف ليه، عايز اكبر واكبر وابقى مهم مش عارف على ايه. انت الليله متضايق من نفسك؟ حتى دي مش عارف. احنا كلنا بندور على ايه؟ قول انت. انا كده كويسه. كويسه؟ ايه ده التعبير الفقير؟ اهو شايفه؟ بعد ده كله، حصيله ده كله، ما قدرناش نوصل الى الكلمه كويسة. هكون عايزة ايه زيادة عن كده؟ عندي كل حاجة، مرتاحة، عندي اطيب زوج في العالم، انسان عظيم محترم بحبه. انت بتحس بالحب بكل قلبك بكل جسمك. وانت لا يا حبيبي، دي تبقى اكبر كارثة. انا ما يهمنيش انا فين، روما، باريس، نيويورك، ان شاء الله المريخ حتى، المهم ابقى جنبك. سيد تعال. احنا بخير يا سيد، بخير. تعبت قوي. الحب كده غلط، وانحراف كده يبقى شفقه وشحاته كده، زي ما يكون الواحد بيكتب اوضاع مش قابلها. برشام عشان يقدر ينام او بقى بيسكر عشان يهرب من واجهة نفسه، يعني موت. حب ملأه كاس المنى قبل ان تملا كاس العمر. لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بئات العيش قبل الاوان، واغنم من الحاضر لذاته فليس في طبع الليالي الامان. قول يا محمود، ايه هي الحقيقه يا محمود؟ الاخلاص مع النفس اولا. شكسبير، الحياه، المسرح، كنت اجمل جولييت في الشرق كله. روميو، روميو، لماذا انت روميو؟ تعال يا البحر يا محمود. البحر، البحر اخر ملاذ من حمورية الناس. والحرية يا محمود، انك تكون عبد للحقيقة بس. والحب يا محمود. الحب؟ يا الحب هو العطاء. انا الذي احبك فانا المدين لك بكل شيء. فولتير، فولتير زي بعضه. الواحد يصبر، يضحي، ينسى حتى المحبوب نفسه. لا، اضحي ليه وانسى ليه؟ لا كده يبقى حرام. الحب هو الحقيقه، والحقيقه ايه دلوقتي؟ وانا الحب. محمود،
الشتي ده، انت عارف انه بيتعبك. لما الاله خلق المراه كان عايز يجسد بيها القناعه. فخلاص يا وليدي، انت لازم تنساها، تنسى شريفك. ازاي؟ علميني ازاي. لا انت كده هتموت نفسك. ما تحاوليش تخنقوني انت كمان، مش كفايه التنين كلهم؟ كفايه يا احمال. طيب خلاص، فوق بقى، روق بقى، انت هتقلب هجمه. يلا انت وهي، اللعبه هتبتدي. كهربتوها على شروط اللعبه؟ لا. اسمع يا راجل بتاع الشغل، اللي عايز يبقى كويس لازم يعرف الناس، واللي عايز يعرف الناس لازم يحب الناس، واذا كنت عايز تحب الناس لازم تفهمهم قوي على طبيعتهم وتسامحهم قوي برضه على حقيقتهم. هي ايه اللعبه دلوقتي؟ كل اتنين يتعرفوا على بعض. اصل في الدنيا والحواديت والكتب الناس كلها بتجري ورا بعضها، قال عشان ايه؟ الحب. ده مش حب، دي الرغبه او بقى المصلحه. كل الكلام الملفوف والحركات ما هياش غير تغطيه للرغبه وبس، وبعد ما يرتاحوا يبقى مفيش حاجه، طار التفاهم وطارت العصافير اللي بتزقزق والورد اللي بيفتح، وكل واحد يدي ظهره للتاني، وايه وسلام عليكم نهايته. احنا بقى ما بنعملش كده، احنا من الاول بنحل مشكله الرغبه دي، وبعد ما نرتاح نشوف في التفاهم يبقى تفاهم حقيقي، في العطف يبقى عطف حقيقي. نسال انيسه وانيسه تقول، ونسال ميري وميري تقول، وانا اقول وانت تقول، كلنا نقول كل حاجه على شرط كل واحد يقول الحقيقه. طيب واللعبه بتبتدي ازاي؟ بالشروط المالوفه بتاعت المجتمع العادي زي التنين، بس هما بقى بيخافوا نتيجتها، احنا عارفينها من الاول. يعني نرقص شويه ونغطس شويه ونشرب شويه. الله كرهي يا جدعان، انت مالك عامل زي البنوته كده؟ ما عمرك شفت طبل ومغنى وتربيت تربيت كتير؟ طبل يا واد، راس يا بنت. منين الحبايب؟ حلاوة كباية. الخدامة لسه قايلة للبواب انه مسافر، لكن احنا ما شفناهوش. خليك شوية. ولا اسمع، روح لبهية حالا دلوقتي، حاول تتصل برؤوف، انا قلت له رايب محمود. واسمع، شوف لي التليفون ما بيردش ليه؟ التليفونات قالت ان تليفونهم شغال. وخلي عربيتك تقف بعيد. الو الو، ايوه اديني محمود من فضلك. محمود محمود، تليفون عاوزينك، هوسنا. محمود يا نعم. ايوه انا كده. يا وسيادتك بقى تبقى مين؟ هات لي الجزمه وحياتك يا باشا. من عينيا. ايوه يا سيدي. نعم النبي. ايه والله؟ لا جدع، قول لي بقى شلته ازاي؟ على كتفي يا شيخ. روح الله يخرب بيتك يا اخي، روح شوف لك حته تفك فيها عقدك بدل ما تشغل الناس على لعبهم. الله يلحق يا ابو حنف، ما تضحكنا معاك. واحد يا سيدي من اللي بيقروا روايات بوليسيه ركبت في مخه انه بقى مخبر، شاف صوره سيد اللي نزلت غلط في البرنامج ومصمم انه اتقتل وان انا اللي قتلته. لو اتقتلت ولا لا اتقتلت؟ طبقت السيد ليه؟ ده حقه هو اللي قتلني. انا اللي طول عمري فاتحه، طول عمري جنتي، عمره ما لمس ايد بنت، طول عمره يحزق عشان يبقى حاجه، وهو بقى حاجه. اتجوز بنت الشركه بالعافيه، وخلف برضه بالعافيه. مين اللي قال بقى ان سيد كان طول عمره حي؟ ده مولود فطسان زي الجمبري المجفف. اسمه قلم مجفف. قلم جاف يا ست الكل. طب وست شريفه؟ ميته زي جوزها تمام. والنبي ايه؟ ما كناش بنقول كده زمان. ادي احنا بنقول كده دلوقتي. وصورتها اللي انت معلقها جوه دي بتاعت مين يا سي محمود؟ مين اللي راسم الصوره دي يا سي محمود؟ انا؟ لا انا يا شيخ، خلينا بينا نرقص شويه. لا مش هنرقص، هنقول الحقيقه. امال خليتوني ليه اقول انا الحقيقه؟ قلت ان انا كبيره وعندي 65 سنه وعجوزه ووحشه، واشتريت ده بفلوسي، هي دي الحقيقه وانا عارفاها، وهو كمان عارفها وراضي بيها وقابل بيها، وانتوا كلكم قابلين وراضيين. وانت مش عايز تقول الحقيقه ليه يا سي محمود؟ انت غشاش غشاش غشاش، انتوا كلكم غشاشين غشاشين غشاشين، ولعبتكم دي كلها مش عجباني.
طب هو انا بقول حاجه؟ زوج مثالي، مواعيد بالملي، في اصغر مناسبه بيبعت ورد، دايما الكلمه الحلوه، دايما مهذب. ده مهذب بشكل زي ما بيكتبوا في مجله حواء. حقهم يدوله الجائزه الاولى. مالك يا شريف؟ الدنيا بردت عليكي؟ سيد راجع من السفر بكره. افتكري له بقى الحاجات الكويسه وحضري له الابتسامه المفتوحه. ليه؟ هو انا قلت عليه حاجه؟ لازم بقى العيب فيا. انت شايف فيا حاجه غلط؟ طب مالك انت؟ سيد انسان ممتاز. ما كنتش بتكلم عن سيد. ابي سيد. ما تبقاش جبان زي التانيين. مش انت. لو مش لاقي حاجه تقولها ما تتكلمش احسن. ما تدفعنيش انت كمان اني اكذب على نفسي. سيد بشفق عليه. احساس رخيص. عارفه. محتاج لي. محتاج لحاجات كتير. اسمه، مستقبله، شهرته. هو محتاج. هو دايما هو. مفيش مره انا محتاجه لايه. انا مين حتى؟ هفضل اطبطب عليه العمر كله؟ ده بيعرف عني اقل منك. انت بتكلم معاك، معاه بسكت، بخرس. سارة، كنا أصحاب حلوين. غصب عني أنا دايما أخسر كل حاجة. طب وإيه اللي حصل؟ ما أنا لسه صاحبك أهو. أنا آسفة، أنا اتغيرت، أنا بقيت أكتر. يا ريت كنت اقدر ابكي. ابكي يا شريف، ابكي قد ما تقدري. عايز اكلم محمود، عايزه ضروري. مش مهم انا مين. فين محمود؟ انا عايز ضروري. ايه يا سيد، معقول علشان الروايه تحط نفسك في الحاله دي؟ خايف اكون غلطت في وضعي الشخصيه. ما تتفلي الشخصيات يا اخي، فكر في سفرنا في المؤتمر. اجل الروايه حتى وبعدين ابقى افكر فيها في اي وقت. في حاجات ملهاش خط رجعه. يا ريتك كنت بتدي الاهميه دي لمشاعر مراتك. دي أول مرة أسمعك فيها بتشتكي. حاسب في ظابط بوليس هنا. بيعجبك ظابط البوليس؟ لما بيكون مؤدب. يعني قدام الناس. أمال قوليلي، هو في الجواز اليومين دولت الناس ما بتحبش تخلف غير طفل واحد بس؟ أنا شخصياً عايز أربعة. أربعة؟ أنت شايف إن أربعة كتير؟ يعني هو الجواز هيقف على أربعة؟ لا استني شوية، مفيش كتب لسيد مراد عندكم غير اللي في الباترينا ده. فاكر إنه ليه قصة كده عن راجل ما بيخلفش بسهولة. يا حسرتي، استنى ما أطلع جبالك من الصندارة. مش من حقك برضه تسأل سؤال زي ده. يبقى اعترفي إنه كانت في علاقة بينك وبين محمود. الظاهر إنك ما بتتعبش نفسك في اختيار ألفاظك. ما جاتش من كلمة. المهم تكون تعرفي محمود كويس، كويس أوي. طبعا اعرفه، مش اخو جوزي. قد ايه؟ الى اي مدى؟ استهان، من مصلحتك انك ترد على الاسئله. حصل. في احتمال ولو بعيد ان محمود اخذ مطرح سيد، يعني عايش في بيته.
ومحمود هو اللي هيقف يمثل البلد قدام 5000 دبلوماسي في باريس، وهو اللي بيقعد يكتب هنا بالليل، مش كده؟ الأستاذ سيد واخد أكتر شخصياته من محمود والجو اللي عايش فيه، أنا اتأكدت من كتبه. أنا نفسي عارف الجو ده كويس قوي. طب ما كتبتش ليه عنه ما دام الكتابة سهلة للدرجة دي؟ يا فندم محمود يمكن يقدر يدي فكرة، لكن الكتابة مش مجرد فكرة وبس. سيد بخير، أنا متأكدة، وبتقول إن محمود عايش، يبقى أنا مش شايفة أي داعي للاستجوابات دي كلها. إذا الموقف ده اتعرف يحتمل إنه يسيء لسمعة جوزي، وأنتوا عارفين إنه بيقدر من لا بقى ما تحاوليش تخضينا بمعارف الأستاذ المهمة. فرج. حاضر. يعني سيادتك والأستاذ محمود كنتوا بتتقابلوا مع بعض؟ أنا ما بنكرش ده لسيادتك. وكنتوا بتتقابلوا لوحديكم؟ صدفة. كنت بشوف معاه صور. وسيد كان يعرف؟ هو كان في حاجة عشان يعرفها. ثم إن إحنا متجوزين بقالنا 5 سنين. في أولاد يا مدام؟ واحد. يعني ولي عهد واحد بس؟ إذا أي حاجة تعرضت لسمعة جوزي مش هيقف قدامه أي اعتبار. سيد طول عمره راجل دغري، مثالي. محدش ليه الحق يهدم كل اللي بنيناه. وهو فين دلوقتي الأستاذ سيد؟ راجع بالليل. إحنا الليلة دي عازمين وكيل وزارة على الأوبرا. لا ده حاجة حلوة خالص. إن شاء الله تتبسطوا. عن إذنك. يلا يا ابني. نفسي اشوف انسان واحد في العالم كله في الكون كله ما بتشكش فيه. يا راجل انت كنت بتكلمها زي ما تكون هي اللي قتلت. وايه المانع؟ يا ساتر يا خبر اسود، ايه ده؟ والله عندك حق لما قلت انك كنت شكيت في امك ان ما كانتش ماتت. الله يرحمها يا شيخ. تلاتة بالله العظيم انا فرحان انها ماتت، لكنت ماتت من الحسره على الوحش اللي جابته. عاش يا بيه. ست شريفه واخو جوزها بيجروا ورا بعض، وتقول لي محمود ما بانش عليه حاجه لما كلمته في التليفون؟ ويبان ليه؟ طبعا ما هوش همه مسنود. يا سلام على الناس الحلوة، ما قالتش كلمة واحدة مش كدب فوق، والابتسامة الحلوة ما فرقتش بقها ثانية. طب ما تقول بالمرة انها شاركت في الجريمة وبتتصدق ليه؟ عارف ولو انك مثقف انما برضه بتفهم. طب استنى شوية نزلنا على إيمه. أيوة. عارف في كل الكتب وثقافات العالم ثلاثة بالله العظيم ما قريت عن شخصية كده زي حضرتك. يا شيخ ومحمود وشريفة والاتفاق والكومبينة. بهية عاوزة محمود أرجوكي. عاوزاه ليه؟ ما تخليكي بعيد عنه أحسن. ما تبقيش مجنونة، أنا دلوقتي مرتاحة في حياتي مع سيد. خش يا بهية. أنت عاوزة مننا إيه تاني؟ أنت ما سمعتيش الحكاية اللي اتكتبت في الجورنال؟ ما طلعت كلها فشوش. البوليس بيقول غير كده لحد دلوقتي، بيقول ان محمود قتل سيد وانه بيعيش معاكي على انه محمود وبيجي عندي على انه سيد. يا مصيبه السودة، محمود يقتل؟ البوليس هو اللي قال كده؟ تلاقيها جثه قاعده على قلبهم وبيدور على حد يلبسه هاله. والله العظيم من يوم ما عرفناك انت وجوزك والمصايب نازله ترف على دماغنا. بهي محمود ما بانش عليه اي تغيير. ازاي يعني؟ ده هو ياخت رايح جاي على كيفه، يوم هنا ويوم ربنا يعلم هو فين. انا عايز اشوف محمود يا بهي. اصله كان عازم الشله كلها على ال يعني ما اقدرش اجي معاكم. ما يهمش يا بهي، انا لابسه عادي ومعايا نظاره. انت بتفكري في ايه؟ تكلمني في التليفون وعازمني على السيرك؟ اهي تقليعه من تقليعاته جاتونيلة، والنبي ما انا رايحه. معلش نروح له يا بهي عشان خاطري. تعالي قدام. نروح له. يبقى محمود ما اتغير. مبسوط بقى من ها؟ بص Thank you.
فينا لازم يبتدي الكلام قبل الارض ما تدوب تحتينا. ولا زمان. دي اول مره ما الاقيش كلام، مع اني عارفه انا عايزه اقول ايه، وعارفه كمان لازم اقول ايه. محمود سامحتني يا محمود. كفيه عشان اسامحك. انا ما كنتش مقدره الموقف ابدا، ما كنتش عارفه نفسي وقتها، كنت عايزه حاجات كتير كتير قوي، والزمن كان بخيل. الناس الكويسه ما تعملش كده ولا كده، يحبوا بالامر يجوزوا من المركز المهم. وبعدين جيت انت، جيت ومعاك كل حاجه ما كانتش في سيد، بسيط صريح مجنون. انت فعلا مجنون يا محمود. في اول حياتي مع سيد اتمنعت حتى من الحلم، كنت عبيطه، ما كانش عندي صبر استنى. محمود انت ما بتتكلمش ليه؟ افضل انسى الماضي. ليه يا محمود؟ الواحد مش لازم يندم ابدا، انا مش ندمان على اي شيء، لكن فعلا الفضل يرجع لك انت. فكرك اني مش عارفه ان كان صعب عليك، انت كنت بتحبني يا محمود، انت في يوم حبيتني، شجاعتك هي اللي انقذت جوازي، انا كنت محتاجه لحد يخرجني من خيالي. انت تتحب بسهوله يا محمود. حسب الاحسن اتغر. دي حقيقه، لكن في حقيقه تانيه، ان انا وسيد لايقين لبعض اكتر، معمولين لبعض اكتر. انت البمبة وانت تاخد الصفرة، وانا بقى اخد اللبني. هيا خلاص. دستور يا سياري، يجعل كلامنا خفيف عليهم. ايه العفريت لما بتمسك حد بعيد عنا تسيبه؟ ابدا، بتفضل مكلبش فيه كده، يا تجيب اجله يا تربي له الخفيف. طب يلا بينا نفرش عندك احسن، الرسامين بتوع الجنانهم ارحم من الدوشه دي. خليك تاكل معانا سمك، انت امبارح كنت عصبي قوي. يعني محمود اتاخر. قلت لك زمانه جاي، وانا احساسي ما يخيبش ابدا، لازم يجي. امال انا عامله السمك لمين؟ جاي تدور على حدوته جديده ولا ايه؟ يعني اللي قول لي، اللي المسرحيه اللي كنت نازل فيها اسئله عليا وعلى محمود واهدى ومين دي راحت فين؟ اي معلقه شويه لسه بهشك فيها. طبعا اذنك. اتفضل. معروف قد كده والنبي يا بهيه. قول. مع سمك طحينه بالليمون. والحباش ده محمود بيموت فيها، وهعمل لكم كمان سلطه خضراء بالبصل. ربنا يخليك يا بهيه. ما يخلينيش ليه؟ وهو كله بالحساب. كنت بتحبي محمود يا بهيه؟ كنت ده يا وديع. ده انا لسه بموت فيه.
البيت ده عجيب، نص مسروق من جدار القلعه. طب ما تبلغ عنهم. ايه يا عبد نادر بترسم عشان عشاك؟ عشان الخلود يا جاهل. كل دول بتوعك؟ الكويسين فيهم بس. هايله دي لك يا سيدي، دي تخاريف محمود. وايه اللي مش عاجبك فيها؟ اسلوب فوتوغرافي مفيش اي عمق. يعني دي اللي فيها عمق؟ راي يجي لك الهايف ما يهمنيش. لا ما تشتمش، انا هشتري كده. طب ايدك على 50 جنيه، ده علشان خاطرك بس. معايا 2 جنيه ينفعوا؟ لصوص مصاصين دماء قرش بس الظروف. هات حرام. واحد ينطح واحد. اسمع بس يا سيد، انا هقول لك حكايه الصوره الشريفه دي. ايه استنى يا سيد، انا هقول لك على حاجه انا عارفه ما حصلش حاجه، صدقني بس. انا ما تخافش، ده احنا غلبان، البوليس من ناحيه والبت من ناحيه. ده بيت موبوق. استنى هنا، انت فاكر نفسك مين عشان تحكم على الناس التانيين؟ اذا كان في غلطه تبقى غلطتك انت. تقدر تقول لي قد ايه فيك طيبه، قد ايه فيك مفهوميه؟ ده انت اول ما خلفت سوالي العهد بتاعك وطمنت ابوها والناس، سبت شريفه ورميتها زي الجزمه القديمه وجريت جري عشان تطلع السلم. ها كفايه عليها 3 ليالي حب اعمى حب عيان مع واحد مخه فوق في اخر السلم، ومستغرب انها تجري ورا محمود او غيره. طب افرض ان محمود حبها ورا اخر، تفتكر كان من السهل عليه انه ينساها؟ وينساها ليه؟ عشان جريك الاعمى؟ ايوه، شريفه حبت محمود ومحمود شاف الويل. يمكن احسن نبطل نشوف بعض، انا بضطرب اكتر من اللزوم، مش هقدر اكمل اشوفك حتى ولو كان في ناس. مش الناس هي اللي بتضايق، انا اللي بتعب، بس خايفه يجي يوم احتقر نفسي اني هربت من حقيقه ماليش ذنب فيها غير اني بني ادم. مقابلتنا اصبحت جحيم بالنسبه لي، ابقى جنبك وحاسه بكل مشاعرك، لكن انت علشانك انا كنت مستعده اتحدى العالم، لكن انت كمان، انت اول من يقف مع الحقيقه، ولا ده بس كلام للتانيين؟ والحقيقه في اللحظه دي مش عايزه اتكلم، دي الحقيقه وانت حاسسها. تقدر تنكر ان احنا عايزين بعض؟ انكر انت اذا كنت عايز، لكن انا تعبانه، ارجوك تساعدني يا محمود، ارجوك تساعدني. وبهية؟ بهية من امتى كانت بتهمك بهية؟ ازاي الكلام ده؟ بهية ياما ضحت عشاني. محمود ما تلفش، ما تلفش عليا. يبقى بقى نتجوز. خلاص نتجوز يا مديح، يا صفية، يا بهية، كلكوا ترفعوا الكاسات. خير؟ هتطلق من سيد. ليه بقى؟ بحب محمود. مستعدة تعيش زينا وبشرطنا؟ ايوه. يبقى مفيش داعي تطلقي من سيد. نبقى نشوف بعدين. ياه، كل ده عشان انا؟ يا سلام يا عظمة،
وكبريائك يا بنت المجتمع الرفيع. بنت المجتمع الرفيع مستعده تسجد للواد البحار. مفيش حاجه اسمها كبرياء في الحب، وانا بحبك يا محمود. طب ما تورينا ازاي. طب يا اولاد ارقص يا شريف. يلا ايوه يلا 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 يلا. لا انت بتهزر يا محمود، مش معقول يكون ده طلب. لا هو كده، هي دي طريقتنا. يلا 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 ارقص شويه. لكن ده مش برهان حب، دي عبوديه. اه انا حب كده. يلا ارقصي بدور فستان. يلا محمود. امال ايه؟ ما عندكوش غير كلام كلام. بس اعملوا لها رحيلكم وبعدين. يلا بره يا فقراء بتوع الحلبه. محمود محمود، عملت الصح يا محمود، عملت اللازم. امسك نفسك هتقدر تنساها. لو ما كنتش قسيت عليها بالدرجه دي ما كانتش هتقدر تنساك هي كمان. محمود لو كنت شاعر بعذاب سافر، روح بعيد لف العالم تاني. على سفينة في الخيال؟ لا، على مركب حقيقي كبيرة بقلوع بيضة زي السحاب. طب وليه؟ عشان تنسى، تنسى حقيقي المرة دي بالبساطة دي، وكله يدوب في ريح المركب الكبيرة البيضة اللي زي السحاب. أيوة حبيبي، وفي آخر الرحلة، في آخر الرحلة الطويلة هتلاقيني مستنيه. مش انت يا باي؟ عارفه في اخر الرحله، الرحله الطويله، الواحد بيقابل مين؟ بيقابل نفسه. ولما اقابل نفسي عايز اكون سكران طيله. كده هتموت نفسك. حلو عني. انت ما تقدرش تعمل نص اللي عمله علشانك. تقدر انت توسخ نفسك قدام الانسان اللي بتحبه وجاي لتحكم وتقول للمجتمع ادانا ايه المجتمع بتاعك غير الاهانه والخوف. انت كان نفسك ان محمود يطلع فعلا خاين. طب ما كانش خاين، سامع؟ ما كانش خاين، ما كانش في حاجه ابدا. ده كفر عشان ساعتك وجاي النهارده تحكم لي عليه. انا دلوقتي اللي بقول لك، انا بهي قمر اللي بتقول لك اتفضل اطلع بره، انت موسخ بيتي. اديلي كل كلمه قلتها له. طيب خرج زي المجنون ليه؟ بلاش عصلجه وغباوه يا بهيه، دي مساله حياه وموت. بارتوك مات في نيويورك من الجوع، واحنا هنا مجتمعين بنتمتع بثمره عبقريته. الاصول ان العباقره الدوله هي اللي تحميهم. انت مش شايفه ان الدوله شايله زياده عن حدها؟ انا من رايي ان العباقره لازم يتجوزوا ستات عباقره، هم اللي يقدروا يرعوهم كويس كويس قوي. على فكره مبروك مبروك سفريه باريس. الله يبارك فيك. ايه وناويته امتى؟ يا دوب نجهز الشنط. ايه يا سيد مالك بتفكر في ايه؟ سيد درويش الآخر مات في اتصال. ما سمعتش. سيد درويش مات في طيس. ترجمة
ايوه شريفه حبت محمود. انت ما تقدرش تعمل نص العمل علشان تقدر انت توسخ نفسك وتعمل انسان كده وجاي تحكم وتقول للمجتمع انما ايه المجتمع ما تعرفش غير الاهانه والخوف. انت كان نفسك ان محمود يطلع فعلا طب ما كانش خايف سامع ما كانش خايف ما كانش في حاجه ابدا. الله اهلا فرج. انا كنت نازلك. انا اترددت شويه قبل ما اجي. خش خش اتفضل. لا بقول يعني الوقت وخري شويه. اصل رحت المكتب وبعدين قالوا لي انك ضربت التليفون وحسوا من كلامك ان في حاجه مهمه، خدت العنوان وجيت على هنا دغري. فعلا اتفضل ده بيتك. ثانيه واحده. فعلا في حاجه مهمه حصلت عند بهيه، طيرت لي خالص الاحتمال ان محمود وشريفه اتفقوا على سيد وقتلوه. زي ما حضرتك قلت في العربيه. يعني مش باين عليك انك كنت مستعجل قوي. بص يا فرج، كان في فعلا رغبه عند شريفه انها تكون علاقه مع محمود، لكن محمود صدها. الحكايه دي ممكن يؤكدها كذا انسان من اللي بيقعدوا عند بهيه، يعني شهود شافوهم بيفتروا. يبقى فاضل ايه؟ ادي راحت ودي راحت. فاضل دلوقتي سيد. الاحتمال دلوقتي ان سيد هو اللي قتل محمود. اذا كان عارف يبقى عنده اكتر من دافع قوي للقتل، مركزه، مراته، وفلوسها. برضه مش دافع قوي عشان اخ يقتل اخوه. ماشي. ايه بقى اللي يخلي اخ يقتل اخوه؟ مش بس انه يكون عارف، لازم كمان يكون مريض او عنده نقص. نقص؟ طب مش في حاجه بتسموها ركبه عفاريت؟ عفاريت؟ طب ليه ما يكونش سيد؟ مش معقول يكون عاجبك الكلام الفارغ ده. انا احب اعرف كل حاجه. غلبانه، ربنا يعلم هي عايزه تنفس عن ايه. مش يمكن ركبها عفريت حقيقي؟ ولا ايه اللي يخليها تستحمل العذاب ده كله؟ يمكن بتمثل. هناك اشياء في السماء والارض يا هوريشيو تفوق حلم فلسفتك. نقص ايه وقتل ايه؟ حرام عليك، مش كفايه قلبين مصر في الشغل طول النهار؟ سيب الراجل يرتاح شويه ياكل له لقمه. امال خطيبتي؟ المفتش فرج، حذرت مظبوط ولا لا؟ استني والنبي يا امال احسن تضيع الفكره من مخي. استنى انت، ايه رايك في الشقه؟ عجبتك؟ كلها ما هي ست اشهر وتخلص ونتجوز. ونتجوز وتقعدي ساكته في الركن، مفهوم؟ الشخص اللي عنده نقص بينحرف واحده واحده. اولا بيغطي النقص بالشغل، يكتشف ان مفيش فايده. عايز ايه؟ عايز يبقى له اهميه وجاه وفلوس، السلم كله بقى. بيتهيألي دعايه وباء. يا سلام. يعني حضرتك أول ما تشوف واحد بيشتغل وبتطلع روحه علشان يكون بيته ومستقبله دغري تطلع عليه إنه مريض قاتل. يعني عايز كل الناس تبقى زي محمود. الإنسان في الحياة لازم يكون جد، لازم يمشي حسب القانون والنظام، قانون المجتمع، ولا تبقى الحياة فوضى. تبقى ست شريفة دي في وضع لا تحسد عليها. يعني غلبانة؟ طب ما نفكر فيها يا أخرى يا راجل، ده حتى في قانون الطبيعة أي ست عايزة تحس بأنوثتها. ما انت بتقول انه بيعبدها عبادة، تبقى عايزة ايه اكتر من كده؟ عايزة زوج مش عبد، عايزة راجل يشبع. الظاهر ان شباب الايام دي ما عندوش اي احساس بالعيب. الله، اكبر عيب في الدنيا ان الواحد يضحك على نفسه. انت كنت تقصد ايه لما قلت لي ان هناك اشياء بين السماء والارض تفوق ما اعرفش ايه وايه؟ دي عبارة من شكسبير، معناها ان الناس من جوه مختلفة عن بعض، ما يجيبش الواحد يحكم. يعني انت ما بتحكمش بالظواهر؟ ما افتكرش. يعني تقدر تخمن مثلا انا؟ هي كتب سيد دي؟ لا كمل، اقدر اخمن ايه؟ ولا حاجه. اتكلم، خليك بسيط، احنا كلنا لبعض. يعني تعرف تخمن انا بحس ايه؟ بحاول، بحاول على اي حال. انت بتشعر كتير بالوحدة مش كده؟ يعني ما عندكش اصحاب. واحدة؟ واحدة مين يا عم؟ حد فاضي؟ يعني تعرف؟ سارة دي كانت جميلة بحق.
هاي من رواية كويسة زي ما هي. ما تفكرش انت في الرواية، فكر في السفر. على كل شخصية البحار ما تخرش مية. اسمع يا سيد يا ابني، تعال بكرة في البرو، احسن الإشارة، فاضل سنتين علشان اخش على المسرح. عندك وقت تبقى تغير بعدين. حد يقدر يغير اي شيء. ما تروحيش بالليل لوحدك، انا معايا موتوسيكل. لا هروح لوحدي لحسن اتبهدل. صدقيني انا قلبي عليك. ما تزود كمان اخدوميني عشان نفهم البرد يا جماعه. مش كده، مش عارف يا رأي يا استاذ ابو ظبي. انا الف مره نبهت عليكم انه كلام المؤلف يجب ان يحترم. الراجل تاب قبل ما يالف حرف واحد. طبعا انا مش بقول ان القران ده كان في حدود المعقول. مش مجرد الكلام يا سيدي ابو زهره، ما بقاش الكلام، الحركه كلها بتدي معنى غير اللي انا كنت اقصده. على كده يبقى تحليلنا للبحار يا ابو زهره سطحي وهايف. هو مش كده، يمكن البحار هو الوحيد اللي في المينا دي كلها اللي فاهم انها ست غلبانه، ولما بيطلب منها انه يوصلها مفيش في نيته لانه يوصلها فعلا، لانه فعلا عنده موتوسيكل اهو. بالتاكيد بعد كده هيروحها ويروح. لازم المعنى ده يوصل للجمهور انه هيروح لوحده. اذا شخصيه البحار اتعامل زي ما عملها ابو زهره يبقى تستاهل الذبح. ولا ايه يا يوسف بيه؟ البحار عكس كده، بسيط صلب، قوه من الطبيعه، ضحكته زي الميه اللي طالعه من نبع الصافي. بالرغم من كل اللي شافه في حياته وفي سفرياته اللي وصلته لاخر العالم، فضلت دايما روحه زي الطفل المشاغب المرح البريء، وفي نفس الوقت تلاقيه فيلسوف ساخر يعرف كويس ضعف المغرورين يعكسهم. ويسامحهم. يسامح احتياجهم وخوفهم من تقاليد المجتمع. البحار، يا سلام، ده البحار هو الحرية نفسها. الكاس بين ايديه بيرتجف زي البنت الصغيره اللي منتظره بشوق اول بوسه في حياتها. مع الست الغلبانه دي كان بيمد ايده عشان يساعدها، يساعدها فعلا بدون اي غرض. الست دي مرات اعز صديق له، اصدقاء من سنين، زي الاخوات بالظبط. ازاي مره واحده يكون صاحب؟ ازاي بس؟ ده يبقى مريض او مجنون. هو مش كده. المفروض ان البحار من اول الروايه هو راجل. صحيح جاف ومتحرر شويه، لكن قلبه صافي امين. لمجرد ان الشخصيه مخالفه للتقاليد لو بنحكم عليها بالشكل ده؟ حرام، حرام يا ابو زهر. البحار ده طيب، احسن حاجه فينا البحار. خش جواك هتلاقي البحار. انت البحار، انت البحار يا ابو زهر. احلى حاجه فيك البحار. تخنقه ليه؟ متأسف يا ماما، أنا متأكد إنها غلطتي. أنا ضروري المعاني اللي كنت بقصدها ما عرفتش أدخلها في النص. سامحني يا يوسف بيه، هراجع عليها الليلة قبل ما أسافر. ثانية يا كابتن. ليش النهاردة؟ بكرة في نفس الموعد. يوسف بيه، أنا آسف، لكن برضه حضرتك لما قالت لنا النص قالته زي ما أنا عملته بالظبط. هو الكلام واضح. يأخذ البحار الكرسي ويديره ويجلس عليه كما يجلس على حصان، ويقول للفتاة بنظرة ذات معنى: وآدي مشهد العوامة اللي في صفحة 13 اللي فيه زوجة بتشتكي من جوزها. نهاية المشهد تؤكد إن بعد لقائهم لازم حصل بينهم علاقة. فإذا كان ما حصلش حاجة زي ما الأستاذ سيد بيقول، يبقى مفيش رواية. لا، في رواية برضه يا أبو زهرة، بس مأساة، مأساة خطيرة. مش عارف برضه، أنا آسف، جايز أنا غلطت في الفهم. لا، أنت ما غلطتش يا أبو زهرة، مش أنت اللي غلطت. أبو
السيد هو الهادي. تعال معايا. شاهد يا جدع شوية شاهد الأوام. تعال. تعال معايا. بص. شوف دي. تفتكر التانية فين؟ في المية. سيد خبطوا بيها ورماها في المية. إنما ضروري حنلاقيها. يا حنلاقيها هنا يا حنلاقيها هناك. أداة مستديرة. الدليل المادي خلاص سيد وقع في إيدينا. وما رموهوش في المية ليه؟ لأنه خاف إن الجثة تقب وينفضح. رماها في الدراسة. هو بنفسه اعترف في التسجيل وانت اول واحد خرج. اديني فرصة في حقيقة تانية. الحقيقة الانسانية وقت نتيجة البصمات. سيد هو القاتل. انت كان عندك حق 100%. غطاس بنت اشارة. انا جاي حالي. فرج في خطورة اننا نتجنى على راجل مريض. بيتهيألي ان سيد عيان. نتجنى؟ انا انتظرت واتحريت وما فتحتش بقي بحرف واحد الا لما جاني الدليل المادي. وبعد كده بقيت انا المجرم بتجنى؟ أنا عمري ما اتجنيت إلا على نفسي، إنما هو أنت مفيش حاجة أقولها عجباك؟ رؤوف، رؤوف، أنت دايماً تاخد المسألة عليك ليه؟ أولاً أنا عمري ما انكرت مجهودك في القضية دي، بس في حاجة أنت مش عارفها. أنا شفت سيد على المسرح بيوصف محمود كأنه ملاك، وكان في حلقة كدت لأنه عيان جداً. طبعاً، ما قتل أخوه. بالظبط يا فرج، قتلوه وندم، ما هي دي المشكلة، سيد في جزء في حياته رافض بينه وبين نفسه إنه يعترف بيه. يعني هو نفسه ناسي انه ارتكب الجريمه. ناسي؟ يا ريت. دي حاجه حلوه قوي. امال لما بيروح عند بهيه بيتحول الى محمود حقيقي. يعني ما بيمثلش محمود. يعني ما بيمثلش محمود. بيكون محمود بافكاره بطريقته باحلامه. زي ما يكون كده بيحيي من جديد في شخص هو. انا متاكد انه عنده انفصام في الشخصيه. يعني نزع من مخه الحاجه اللي مش عاجباه. انا يا ابني ياما حاولت انزع الحاجات اللي بكرهها في نفسي. يبقى انت اول واحد لازم يقبل الواقع. حقيقه نفسيه. وسيادتك بتقبل الواقع؟ والمجتمع والقانون بيقبلوا غير المألوف عندهم. خلاص خلينا زي المجتمع يا شيخ. واسمع يا رؤوف، ما تنساش انه قتل محمود علشان شريفه ومش بعيد يقتلها هي كمان. انت تعالى تاني يا ربيع. ايه في الفضل جوه والله. يوسف بيه عايزك في كلمة من فضلك. ألو. أهلا يوسف بيه. كان بيكتب تاني زي امبارح طول الليل وباين عليه متضايق قوي. يا زهر أنا هيعيد كتابة الرواية من أول وجديد. لا ما قالش. ما قالش حاجة. بعد بكرة بالطيارة. أنا كمان رأيي كده نأجل السفر شوية لأن سيد فعلا محتاج للراحة. ليه بتقول كده يوسف بيه؟ سيد ماله؟ حاضر هقوله. مع السلامة. وهنا سقطة أخرى كسقطات المسيح السبع، وهنا خطوة أخرى إلى المأساة. كيف يستطيع المرء أن يوقف دقات قلبه المتلاحقة عندما يرى زوجته تهرع نصف عارية من عوامة أخيه، أخيه الوحيد؟ ماذا يفعل المرء؟ ماذا فعل عطيل؟ ما الذي كان يجب عليه أن يفعله؟ ماذا يفعل إنسان يضحي بحياته، بكيانه، بسمعته، باسمه ومستقبله؟ يجب أن أواجه أخي. يجب أن أعرف.
أن أعرف سر ما حدث. ماذا حدث في تلك الليلة المشؤومة؟ ماذا فعلت؟ ستنكرني عند صياح الديك، وقد أنكرتني يا أعز الأصدقاء، يا أقرب الخلان. كم وددت أن أقول هذا لخائن الدم، ولكن يدخل الصديق. آه المشهد اللي قبل كده اتشطب اتشطب. يتقابله أمام يكون بحار واقف أمام النافذة في العوامة. يقول الصديق اخ بيكلم اخوه. يا بحار انا جاي اكلمك بصراحه. احنا عارفين بعض وبنحب بعض، وفائك لوسته وحولته لخيانه. سامحني اني شكيت لحظه. كيب كيب ما حصلش كده. افتكر كويس يا سيد، انت بتكذب على نفسك. انا عارف كويس اللي حصل بينكم يا اسم محمود. انا زهقت منك من صغرنا وانت الكابتن مكوش على كل حاجة، من صغرنا وانت اللي دمه خفيف وانا اللي مناخيره في الكتب. ما كفكش كل بنات الحتة؟ ما
تستجري كمان تلمس مراتي؟ عايز تلهفها يا كمان. حصل ايه؟ انت يا سيد اللي دخلت على محمود في العوامة، اتخانقتم، ضربته بحاجة زي كده، وقع. عرفت انه الضربة قتلته، حاولت انك تحييه، لكن محمود كان خلص، انتهى. اردت انك توهبه شخصيتك انت، لبست هدومه وخدت شخصيته وبتعيش عيشته. انا ما قتلتش محمود. محمود اخويا. ازاي قتل اخويا؟ انت عارف كويس قوي، عارف كويس قد ايه انا بحب محمود. انت عارف، عارف كويس دي حياة محمود أحسن من حياتي ألف مرة. أنت اللي بتديره محمود، أنت اللي بتحقده عليه، أنت اللي عايزين تقتلوه. لكن محمود مش هيموت، محمود هيعيش، أنا عايزه يعيش. محمود هيعيش غصب عنكم كلكم. أنا دلوقتي محمود، محمود محتاج للحرية. سيبوني لوحدي، سيبوني. في احلى من الفضيحه؟ هل وعدكم الفضيحه التانيين؟ دي نجمه ثالثه يا بهية، ده مع سلاح لازم يسلم نفسه. وش انا المره دي قلبك عليه يا بهية؟ افهمي ده عيان. طيب ابعد الناس دي كلها، انا هكلمه. مستنياك يا حبيبي، كلنا رايحين، كلنا هنسافر بعيد. تعال تعال. وهنسافر على ايه؟ على سفينة من خيال؟ لا يا محمود، على مركب حقيقي بقلوع بيضة زي الحليب. بقلوع بيضة كبيرة زي السحاب؟ ايوه محمود، في رحلة طويلة، رحلة
رحلة العمر. قول يا محمود، ايه هي الحقيقة يا محمود؟ الإخلاص مع النفس أولا. شفتي يا ريت معايا ألوان، كنت رسمت أروع لحظة في حياتي. الحب، ايه هو الحب؟ انا الذي احبك، فانا المدين لك بكل شيء. والبحر يا محمود، البحر اخر مفر من حريه الناس. ما احنا الحريه يا محمود؟ ايه هي الحريه؟ انك تكون عبد الحقيقه وبس. معلش يا رؤوف، لكن صعب عليا اني افهم كل ده. افتكر كفايه عليا لحد كده، لازم اسيب الخدمه. بركه فيكم. لا يا فرج، في حاجات كتير ما بين السماء والارض انا عايز اعرفها ولازم اعرفها. واهم شيء في الدنيا ان الواحد ما يضحكش على نفسه. ده صحيح. ليه يا سيد؟ أنا بحبك شريفة. بحبك أنت يا سيد، حقيقي بحبك شريفة. أرجوك تصدقني شريفة. دلوقتي أنت هتروح رحلة، رحلة طويلة يا حبيبي. وفي آخر الرحلة الطويلة يا شريفة هتلاقيني مستنياك. أنتوا كلكم، أنتوا عارفين الواحد بيقابل مين في آخر رحلة؟ رحلة حوالين العالم في الفضاء؟ مين؟ قولي يا محمود. ربنا. الشيطان. لا، أقبح أقبح من الشيطان. الواحد بيقابل نفسه. سيد محمود، ولما أقابل اللي زيك عايز أكون سكران. أنا القانون، أنا النظام، أنت الكذب. الكذب.